كانت عندها من الاخطاء يعني اللي كان عندها المشكله يعني. اصلا حضرتك اصلا احنا كنا مع بعض بقالنا قد ايه؟ مش كنا من شهر مع بعض؟ ايوه فهمت. وكنا بنقول نفس الكلام ساعتها بقالنا 40 يوم، يعني النهارده اليوم ال 70 على التوالي. تفتكر الوضع ده جديد؟ ده الوضع مش جديد. احنا ما زلنا بنؤكد نفس الكلام اللي انا قلته معاك قبل كده مرارا تكرارا، لن يتم اتخاذ اي اجراء من اللي احنا تم الاتفاق عليه وما تم الحديث عنه من قبل 30 يوم فاتوا، وهو ما زال ضخ كميات اضافيه. النهارده بقى احنا في الاجتماع بتاعنا. الو، انا سامع حضرتك، اتفضل. اجتماعنا النهارده في شعب العامه المواد البتروليه، خرجنا بره كل الساده المسؤولين الحكوميين الوزارات، وده وطلبنا الرئيس بصفته وشخصه التدخل شخصيا ومناشده خاصه لسيد الرئيس. من فضلك يا سياده الرئيس تدخل في هذه المنظومه مثلما تدخلت من قبل في 9/2012 وتم ضخ اموال من خارج الموازنه بمقدار واحد. يعني هي الازمه ازمه فلوس. ايوه يا فندم، مع احترامي الشديد. يعني ومعلومه اللي الواحد قالها طلعت صح، انا عارف انه في مراكب النهارده كان عندها مشكله انها تدخل للمواني المصريه. يا فندم ده واضح لكل الناس، بس للاسف الشديد التصريحات الحكوميه دايما بتحاول تاخدنا في اتجاه تاني، يا اما بتلقي اللوم على التهريب، وده يدين الحكومه اكثر منه يفيدها. لما يكون عندك تهريب النهارده من 20% زي ما بيتم التصريح بيها، هذه النسبه المخيفه اللي تساوي 7 مليون لتر تقريبا يوميا، دي ادانه للحكومه وادانه للمصريين كلهم، ان يتم هذا الرقم التهريبه من غير تدخله، من غير محاوله توقفه وايقافه. الحاجه الثانيه يا اما الالقاء بالتبعيه واللوم على السوق السوداء. مين اللي خلق السوق السوداء اصلا؟ اللي خلق سوق نقص المعروض، عدم توفر السلع. صح سيادتك، النهارده ما عندكش مشكله في البوتجاز دي، بس سمعت الشيء عن ال 50 وال 70 وال 100 جنيه اللي كان سياده الرئيس بيقولها. طب ليه طب سؤال سؤال سريع يا دكتور حسام. نعم. ليه ما اذا كانت الفلوس هي المشكله، طب ما انت بتجيب بنزين ما بتجيبش سولار ليه؟ السولار يا فندم بيستهلك الكم الاكبر من السيوله النقديه. احنا ابتدى او الحكومه ابتدى السولار ب 50 55 مليار جنيه سنويا، بينما البنزين حضرتك في حدود 20 مليار، والبوتاجاز في حدود 20 مليار تزيد او تنقص شويه، لكن ال 55 مليار ده رقم ضخم وفذ، وخاصه مع ارتفاع سعر الدولار النهارده. انت عندك فرق سعر الدولار فقط من نهايه عام 2012 والسنه اللي النهارده على الاقل مليار جنيه شهريا. يعني هي زي ما قلنا بالظبط، زي ما الدكتور حسام عرفات اكد كمان رئيس شعبه المواد البتروليه، ان المساله مساله نقص مالي وليس ما انه التهريب هو الاساس كما يتردد. وزي ما قلنا لحضراتكم فيما يتعلق بانه بالفعل في مراكب لا تدخل المواني المصريه على مدى ال 24 ساعه اللي فاتوا بسبب عدم سداد الفلوس، عدم سداد المستحقات الماليه الخاصه بشحنات السولار. بشكر حضرتك شكرا جزيلا مره ثانيه يا فندم. دكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة ورئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي قال إن عدد الحالات المصابة بالغدد النكافية في مدرسة نوة الابتدائية في شبين القناطر وصلت ل 12 حالة. هل ده وضع طبيعي؟ إزاي في الطب الوقائي وزارة الصحة بيتعاملوا مع هذا الموقف؟ ده سؤالي للدكتور عمرو قنديل. برحب بحضرتك معانا يا دكتور عمرو. أهلا بيك أستاذ شريف. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك.